عادي عندي تنويه بسيط بس اذا بامكانك طال عمرك. يلا تنويه بس قبل القضيه. يلا عشان نخلص من القضايا. بخصوص قضيه رشيد اللي رفعها عبد الرحمن كليب عشان اليوم. حنا القضايا تقفل الساعه 8 بالليل. طيب. وفقره عبد الرحمن الكليب الساعه 9:30، شلون ياخذون من هالقضيه؟ هل هناك محاباه مع رشيد؟ هذا ابغاها من عندك، لكن القضية الأساسية أقول طيب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أستاذ سعادة السلطة العليا، أن أدعي على هذا الشخص الماثل أمامكم بأنه قام على قولة أخوي علي هادي بالتقشيش، قشش أخوياه بالتقشيش في 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 فقرة الطاقية، أنه كانت في 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 لعبة اللي هو حكم وأمثال أنه يؤشر بيديه ورجليه وجميع أطراف جسمه، عاد أنت أعرف بهذا المثل، لكي يجاوب أخصائه طيب. ولكنه تكلم بلسانه بالإجابة، وهناك دلائل وإثباتات وبراهين على ذلك. يلا أعطونا الدليل يا شباب، خلينا نشوفه دليل حق علي. قولي دور ثاني. شنو رايح البقالة؟ أصبر خلني أقرأ. طلع على الشاشة الآن. تعال خلاص وقف كذا وقف. من؟ رشيد قال الإجابة. وش؟ غششت الإجابة. لحظة انتظر خليني أبرر. حسن أبو سلطان مساك الله بالخير. أولا يا أبو سلطان والله اسمعني خليك تسمع. أجيب لك محامي أنت مدلل. أنا محامي نفسي. طيب استعبك الجنة. أول شيء حقة الأمثال معروفة أنك تحاسب الكلمات عشان تشر لأخوياك، هذا أول شيء. طيب. ولا قاعد أحاسب في داي، لو تركز المقطع أني حاسب في داي أني أبي كم كلمة عشان علم أخوياي. طيب. وأنا بجاي وبعدين ثاني يوم يعتبرها تغشيش قلني غشيت، هذا قلني غشيت طال عمرك. رجع الكليب عطانا مثل آخر، لو إحنا مشينا وجبنا صح أما الرجال رجع الكليب جاب له مثل آخر، على الأقل مثل اللي شككوا فيه أني غشيت وجابوا مثل آخر مثل جديد، هذه غير تعبك. هذه كنت باقي عندك شيء يعني. بداية الأمر حنا قضيتنا وركيزتنا الأساسية هي على العادة السيئة اللي هو الغش، سواء غير المثل لم يغير المثل، حنا نتكلم عن العادة السيئة طيب. الذي قام بها الشخص. تبرير الغش علمتك أبو، تبرير الغش إن كنت أحسب، وركز المقطع ثاني مرة. نعم. إن كنت أحسب الكلمات. الحين الكليب اتخذ فيها اجراء بتغيير التقرير. لم يتغير تغيير. لا غيره. الا والله غيروه. لا قسم بيت الله غيروه. لم يطلع. لا كيف بطلع المقطع ناقص. عن اذنك اخي يلا سعادة القاضي، قضيتي الاساسيه والركيزه الاساسيه هي على الغش. لو كل مره علي تغاضى انت قضيتك على الغش وعبد الرحمن كليب اتخذ الاجراء في الغش. ايوه اتخذ. خليه يثبت. اثبت مثل ما انا اثبت. طيب. نمرك يا ابو سلطان. رجاء خاص استاذ سلطان. خلي ابو سلطان يتكلم. خليه يثبت مثل ما انا اثبت. ترجع للبث. وقف اعطني الفيديو. شوف ركز معي في الفيديو. المقطع الاخير قال بنغير بعدين قال كملوا. ركز في الفيديو. لا والله انا مغير. والله انا مغير. لحظه يا شباب. اعطني الصوت. اعطني الصوت اللي قبل شوي. يلا اعطني خلينا نشوف المقطع. شو غير ولا لا؟ شنو رايح البقاله؟ اصبر خلني اقرا. طلع على الشاشه الان. تعال خلاص وقف كذا وقف. من؟ رشيد قال الاجابه. وش؟ غششت الاجابه. طيب خلاص واضح. حلفوا اصدقائه بانه لم يغشش فكمل هذه الفقره. دقيقه خليني اتكلم. دعني اتكلم. لحظه استاذ سيد القاضي ركز معي. قضيتنا ليست على عبد الرحمن الكليب انه غير اجابه او لا، القضيه والركيزه الاساسيه ان هناك غش بدر من رشيد طاحوس على الهواء مباشره. انا اسالك سؤال واضح بس، هل الغش هذا اخذ جزاءه من المقدم؟ لم ياخذ. الا والله خذ. والله انا ما اخذ. غير. خليني اتكلم ابو سلطان. عبد الرحمن الكليب يتكلم معك. خليني اتكلم يا ابو سلطان. اول شيء يا ابو سلطان هو جايب المقطع ناقص، لو ترجع للبث المباشر تعيده. خليني اتكلم. طيب. جعبك الجنه. لك كلسنا. شفت يا ابو سلطان لو تعيد للبث قدام. طيب. عموما القضيه هذه يا علي القضيه هذه مسحوبه ما عليها حكم نهائي. تفضلوا يا اثنين. لا انا ولا هو. لا يلا اعطوني القضيه. يا حي العدل عبد الله الفريدي. شباب اي قضيه تم حسمها في اللوكيشن لا تجيبونها لي هنا، خلاص نكتفي بالعقوبه اللي اتخذها المقدم.
انت